واجي هقول مقادير الوصفه اللي بعدها. احنا ممكن نشيل الحاجات دي كلها ونخلي بس خلي بس اللي احنا محتاجينه. هنعمل دلوقتي سندوتشات تونه بطريقه سهله وحلوه، والمقادير بتاعتها بسيطه جدا، يعني بسيطه بجد. هستعمل طبعا علب تونه، هستعمل ذره، فلفل الوان، بصل، شبت، مسترده. الخلطه بتاعت المسترده والشبت بتدي طعم حلو جدا. مش هحط عصير ليمون، المسترده عايزه طعمها يكون كافي. خلاص ادي الصوص بتاعي غلي. هاجي بقى اعمل ايه؟ هروح موطيه النار سنه بسيطه، وازود شويه ميه صغيرين، ولازم برضو تغلي كويس قبل ما اسقط السمك. اوكي، السمك عندي هنا، هاجي اعمل ايه؟ هحط له الروزماري، وهحط له الزعتر، الزعتر والروزماري والفلفل الاسود وشويه ملح، واقلبه فيه. السمك هو الوحيد اللي انا حطيت له التتبيله وهو ني، لان انا مش هشوحه. خلاص اهي الصوص رجع غلي كويس قوي. هعمل ايه بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هسقط السمك فيه وهغطيه دقيقتين تلاته. ادي مكعبات السمك بالراحه بقى كده يتقلب، وهنغطيه لغاية ما السمك يستوي. هاجي بقى للتونة. التونة انا همسك العيش، ما ينفعش السمك الني امسكه بايدي، عشان كده انا بغير الايد اللي انا مسكت بيها السمك. اوكي، هصفي التونة كويس جدا من الزيت. لو عايزة تغسلي التونة اغسليها بميه بسيطه فيها خل وليمون، ما تشطفيهاش بميه ساده علشان ما تبقاش زفره برضو. ادي ذره، وادي فلفل اخضر. طبعا عايزه تحطي فلفل حراق اوكي، عايزه تحطي بصل اوكي. وبقلب الخلطه كويس قوي. هحط شبت، كميه حلوه من الشبت، هو الشبت والمسترده اللي بيدوها الطعم جدا، وبتحب الشبت جدا. وبعدين انا مش حاطه ليمون ولا حاطه خل ولا حاطه حاجه، معتمده بس على طعم المسترده والشبت فيها. هجيب علقه صغيره عشان اعرف اقلب واحشي بيها الساندوتشات. طبعا يعني اي نوع خضار ممكن تضيفيه، بصل، خس، اللي انت عايزاه، بس انا يعني الطريقه دي اسهل، مقاديرها بسيطه. كمان لو انت عندك حفله او سحور في رمضان ممكن تجيبي العيش الصغير، العيش الصغير خالص، وتحشي بيها، بتبقى حلوه قوي. او عيش كبير زي ده، وفي واحد حواريكوا تعملوه ازاي، يعني لو احنا مش عايزينها سانشات كبيره نقصها صغنن ازاي بحيث يبقى شكلها حلو قوي. ادي العيش طبعا يبقى فريش علشان يبقى طعمها حلو، واروح حاشيه بيه. اوكي اهي اهو، نعمل واحد كمان عشان عايزه ارجع للسمك. عايزه بس طبق المكرونه يا احمد لو سمحت. ادي اوكي، نعمل واحد تالت.
او اديني طبقين يعني. بص كده اها. واحد تاني. بصوا هاجي هنشيل الكلام ده كله. هنشيل ده كله اهو. اتفضل ميرسي. وهاجي للسمك. ادي الصوص بتاعي. السمك بتاعي استوى اهو. لازم يتحرك بالراحة علشان السمك يفضل قطع ما يتفتفتش. هرجع بقى السي فود وبالراحة كده اقلبه في الصوص عشان يشرب من الصوص الاحمر. اوكي سمك الصوص ده اللي انا عايزاه. عايزه تقليه اكتر لو بتحبي الصوص تقيل قوي يعني. انا هحط المكرونه هخليها بيضه وهحط عليها من الصوص. لو انت بتحبيها حمراء قوي هتزودي صلصه يعني في الاول هتزودي الصلصه. بس هي كده بيرفكت. هاجي طبعا هحط المكرونه بتاعتي مش كتير اهو اهي. ودي نحطها في طبق تاني. وهاجي بقى لازم يغلي غلوه والسي فود فيه يعني. بصوا لما يغلي هشيله. لازم يغلي غلوه بالسي فود بالكالماري يعني والجمبري لازم يغلي اهو. بص ابتدى اهو. ايوه ابتدى يبقبق. الله ينور عليك. خلاص كده اهو بسم الله. ريحة السي فود فظيعة. بصوا السمك مستوي وماسك نفسه مش مفتفت مش مهري. عشان كده السمك بيتحط في الآخر كده اهو. هنزوق كده وهخلي الباقي لايه للطبق التاني. هاجي شويه زعتر وروزماري اللي انا استعملتهم اوريدي في الوصفه وشويه بقدونس وبالهنا والشفا. عايزه اوريكم بس الساندوتشات التونه قبل ما نطلع فاصل عشان بصوا ما اقعدش ادور على عيش سواريه وما لقيش عيش سواريه وبيبقى غالي. ده اللي هوريكم طريقه حلوه جدا. ادي هقسم الساندوتش اتنين بعدين اتنين وهنروح راصينه كده في طبق. شكله هيبقى حلو وهيغنيني عن العيش السواريه اهو. واقطعه. بصوا بقى الحته دي لو مش واقفه بشيل الحته دي كده بس اهي. وبيتحطوا كده هتلاقيه الطبق اتملى وعمل لك شكل حلو قوي.